هذا يسأل أنه وقع في معصية وتاب ثم رجع إليها، نقول عليك التوبة، كل ما أذنبت عليك التوبة، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، لكن تكون التوبة صادقة ما هي باللسان فقط. ومن شروط التوبة العزم على ألا يعود، من شروط التوبة يعزم على ألا يعود إلى المعصية. لكن لو قدر أنه عزم أنه ما يعود ولكن وقع فيها مرة ثانية حكم النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فإنه يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة ولا يقنط من رحمة الله.